من فقرة الإعلانات الإجبارية اللي تحدثنا عنها، لأن السوشيال ميديا لا يسمح لنا غير بنص ساعة تطايم. لكن في زميل لكم يعني نجح في أنه يعني يجمعهم كلهم في فيديو واحد كل محاضرة، على أين؟ طبعا كنا فين وبقينا فين دلوقتي؟ الصوت يعني مش واضح أكثر من واضح، والفيديوهات واضحة جدا، شفتها لما بعمل لها لودينج بعد كده. فبنشكر الزملاء اللي تعاونوا من أجلكم. طيب نيجي تاني يا شباب ونقول ان الجانجلي عندي كالآتي، او النوع اسمه لاترال او بنفس المعنى بارافيرتيبرال او سيمباثاتيك تشين، وقلنا عددهم كل سيجمنت في بير اوف جانجليا، نوعين من الجانجليا ما عدا السيرفايكال ريجون فيها ثلاثة بس، سبيرو ميدل انفيرو. هنا برضو للفهم، لان مش محاضرة جاية اقرا مع الطلبة، في سؤالين مهمين جدا. ليه كل سيجمنت فيها بير اوف جانجليا ما عدا في السيرفايكال ريجون في ثلاثة بس؟ ده السؤال السهل والاجابة سهلة جدا. بص حضرتك عليا، شايف منطقة الثوركس، منطقة الابدومن عريضة جدا، يبقى في اورجانز كتيرة جدا في الثوركس في الابدومن وتحت في البلفس، بينما الجسم اتلم في منطقة الهيدا النك، يعني الهيدا النك صغير مقارنة بالثوركس والابدومن، يبقى في اورجانز قليلة، يبقى محتاجين اعصاب سيمباثاتيك قليلة. واحنا قلنا الجانجل وظيفتها تزود عدد الاعصاب 9 مرات، حتى عشان تحفظ رقم كنت بقولها للطلبه، الجانجليا 9 في الخير، عشان بتزود 9 مرات عشان تفتكرها، 9 في المتوسط في السيمباثيك، اكتر من 9 المحتاجين اكتر في البارا اقل. يبقى هنا في الهيدا النك الاورجنز اقل، يبقى فكر معايا انت، يبقى محتاجين جانجليا اكتر ولا جانجليا اقل؟ الجانجليا بتزود عدد الاعصاب، محتاجين جانجليا اقل، عشان كده عندي 3 بس، انفيرور وميدل وسوبيرور. يبقى ده إجابة بفهم، مش هتلاقيها في الكتاب. واي 3 سيرفايكال بس؟ في جانجليا جنب كل سيجمنت، في جانجليا بيرو جانجليا بيرو جانجليا بيرو جانجليا ما عدا السيرفايكال 3، لأن الأعضاء بقت أقل فاحتاجنا إلى جانجليا أقل. هو ده الفهم الواجب. زي ما بقول حبينا نثري اليوتيوب بشرح معتبر باللغة العربية. السؤال الأصعب واللي ما جاوبوش معظم الزملاء هنا، مش بقول هناك، كنت اقول للطلبه اقول لهم المحاضره الجايه هقول لكم الاجابه. احنا السيمباثاتيك طالع من منطقه الثراكولامبر بس، المنطقه دي. طب ليه في جانجليا من اول السيرفايكال فوق لحد تحت؟ مش هقدر اوريك الصوره لحد نهايه السيرفايكال. ليه السيمباثاتيك ثراكولامبر ما تبقاش الجانجليا فقط في منطقه الثراكولامبر؟ ده سؤال صعب. ليه السيمباثاتيك ثراكولامبر الجانجليا مش ثراكولامبر، الجانجليا بطول الجسم من اول السيرفايكال لحد الساكرا؟ الاجابه انت عارفها قبل ما ابداها، الاجابه الفلسفيه انه وراء الخلق خلق. احنا اتفقنا ان الجانجلون بيدخلها بري جانجلونيك وبيطلع منها بوست جانجلونيك، مين احسن؟ بري جانجلونيك عددهم اقل من البوست، عشان كده بنستخدم نوع اتخم الفايبر بي بسرعه 10 متر في الثانيه ثين مارينيتد، اما الواحد هيبقى 9 بعد ما طلعوا من الجانجليا. ما ينفعش انواع تقيلة، قلنا انها بتحتل نفس الموقع اللي كان فيه واحد، فخدنا اما يونيتد اللي هو السي اللي هو بسرعه متر في الثانيه. يبقى مين الافضل؟ البري جانجليونيك افضل من البوست، لان البري ثين مارينيتد بي 10 متر في الثانيه، انما البوست جانجليونيك بيبقى سي متر في الثانيه. واحنا السرعه مطلوبه عموما، طبعا مطلوبه في حاجات اكتر، في السوماتيك اكتر منهم، انما عموما السرعه مطلوبه، ما حدش يحب يبطئ وراء الخلق خلق. فاحنا عاوزين نمشي معظم المشوار بسرعه، واصغر حته اللي يقتدي فيها الامور ببطء. يبقى حضرتك فكر معايا، عاوزين معظم المشوار بمشوار في حته بري وفي حته بوست، غصب عننا في الاوتونوميك كان لازم نقف في الجنب عشان نزود الاعصاب عشان تكفي. فجزء في المشوار بري وجزء في المشوار بوست. البري سريع 10 متر في الثانيه بي فايبرز، السي ام ميتد متر في الثانيه. حضرتك تحب تطول مين بقى؟ اطول البري اللي هو بي 10 متر واقصر السي. تعال بص لي وهتفهم كويس قوي. ادي منطقه السيمباثيك ثراكولامبر اهي،
لو كان مفيش جانجليا غير في التراك لمبر هنا وعاوز اغذي الهيدا النك يبقى غصب عني هطلع من اللاترال هورن سيلز بتاعت اول واحده ثوراسيك واروح للجانجليا يبقى ده بري ايه جانجلونيك ده حلو بي 10 متر مفيش جانجليا غير هنا يبقى غصب عني من هنا لهنا هيبقى بوست جانجليونيك سي فايبرز متر في الثانيه يبقى المشوار حته صغيره هتبقى سريعه بري جانجلونيك بي 10 متر وحته كبيره قوي بوست جانجلونيك من عظمة الخلق والخالق ان ربنا خلى فيه جانجليا هنا بطول الجسم فبص لي ايه اللي هيحصل بقى هيطلع البري جانجلونيك اللي رايح للهيد اند نيك يطلع يدخل اول جانجليا ما يعملش ريلي ما يتغيرش البوست يعدي في اللي فوق في اللي فوق في اللي فوق كل طالما ما عملش ريلي ما عملش سينابس فهو ما زال بري جانجلونيك ثين مايليتد سريع فين بقى اقرب جانجلو للهيد اند نيك اهي السوبيريور سيرفايكال لما يوصل السوبيريور سيرفايكال يريلي يتحول لبوست جانجلونيك يسينابس مع بوست جانجلونيك يبقى البوست جانجلونيك بقت الفايبر ساعتها قصيره يبقى فيري لونج بري جانجلونيك وفيري شورت بوست جانجلونيك ده ليه برغم ان السيمباثيتك ثوراكولمبر الجانجليا ما هياش ثوراكولمبر فقط انما بطول الجسم النقطه الثانيه الاهم ان ربنا مش بس حط جانجليا بطول الجسم وخلى البري جانجلونيك اللي بيطلع باث ثرو ماني جانجليا يعدي في كذا جانجليا ويذاوت ريلي دون ان يتغير ويذاوت ريلي دون ان يتغير ويتغير ويأكتيفيت بوست جانجلونيك فقط مش زي ما مكتوب في بعض التكست بوك فوان جانجلو الاجابه الصحيحه في النيرست جانجلو هي مش بيعدي في كذا واحده ويريلي في اي واحده بيعدي في كذا واحده الى ان يصل لاقرب واحده ويتحول فيها البوست عشان يبقى البوست قصير جدا والبري الحلو طويل جدا كنت بسال هذا السؤال وكثير من الزملاء هنا ما عرفوش اجابه لهم اي ويل ريفيو بوكس بس عندهم امانه علميه وقال لهم ما نعرفش اسالوا وكنت بعتز بهذه الكلمه الايجيبشن بروفيسور يعني مش فاكرين اسمي ساعات الطلبه ولا الناس بيعرفوني قال اسالوا الايجيبشن بروفيسور حاجه نعتز بيها بمصريتنا بعروبتنا ان في ناس بتفكر افتح التكست بوكس شوف الاجابه ليه السيمباثيتك ثراكو لمبر والجانجليا مش ثراكو لمبر بس قلت في هذه الحاله كان ادي اخر جانجل متاحه ليك وعاوز تغذي هنا النك يبقى ده بري جانجلونيك لازم يتغير هنا مفيش غيرها وده كله بوست جانجلونيك لكن لما يبقى في جانجل بطول الجسم يبقى يدخل الجانجل ما يعملش ليه ما يتغيرش ويكمل في اللي بعديها بري جانجلونيك ويكمل في اللي بعديها بري جانجلونيك لحد يوصل للنيرست جانجل مش وان اقرب واحده لانها وراء الخلق قال يتحول فيها لتسعة عشان يكفي يبقى فيري لونج بري جانجلونيك وفيري شورت بوست جانجلونيك الحلو طولناه اللي هو البري جانجلونيك والوحش البوست جانجلونيك قصرناه والبارا بقى هتعملها احلى من كده كمان هنشوفها مع بعض ده من الجانجليا في حاله السيمباثيتك يبقى معظم الجانجليا بتاعت سيمباثيتك لاترال وبنفس الاسم كولاترال او سيمباثيتك تشين في نوع تاني من الجانجليا بتاعت سيمباثيتك اسمها كولاترال وكولاترال في اللغه يعني قريب من اللاترال بص اللي رسمه باللون الاسود ده شريان الاورطة طالع منه ثلاثة فيسلز مهمة رايحة للجهاز الهضمي هنعرف اسميها بس مش في المحاضرة دي سوبيريور ميزنتريك اسف اول واحد سيلياك ارتري وبعدين سوبيريور ميزنتريك ارتري وبعدين انفيريور ميزنتريك ارتري يبقى الشريان الاورطة طالع منه ثلاث شرايين اساسية بتغذي الجهاز الهضمي سوبيريور سيلياك ارتري سوبيريور وانفيريور ميزنتريك ارتريز ربنا حط جانجلي عند منبت كل وعاء دموي عند المنبت هو مش مكمل وعاء هو رايح للجهاز الهضمي يبقى في جانجليون عند الاوريجين اوف ايتش ارتري بالداتا دي ونيمد افتر ذيم تسمى باسمائها يعني لو ده اسمه سيلياك ارتري يبقى جانجليون دي اسمها سيلياك جانجليون لو ده اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتي يبقى دي سوبيريور ميزنتريك جانجلون لو ده انفيريور ميزنتريك يبقى ده انفيريور ميزنتريك جانجلون هنا لو لاحظت الجانجلون دي قريبه جدا من اللاترال قريبه جدا من اللاترال قريبه جدا من اللاترال فيسموها كولاترال كولاترال يعني قريب من اللاترال انا لما بدخن يقول انا ما بدخنش الحمد لله يبقى انا سموكر اللي قاعد جنبي بس مش في اللي في البيت اللي هناك يسموه كو سموكر
بجوع عشان في ناس مش عارفة الترمينولوجي. يبقى ثلاثة جانجليا بس كلاترا. يبقى السيمباثاتيك بيريلي فين يا شباب؟ بيريلي في اللاترا ثم اللاترا ثم اللاترال، ده الأهم ده المعظم، ثم كلاترا. قلت إن المعلومات مش بس مهمة أنك تقولها وترتبها كمان مهم. ما قلش السيمباثاتيك بيريلي في كلاترا ولاترا، الأساس هو اللاترا. معظم الجانجليا لاترا اللي هي بارافيرتيبرال اللي هي سيمباثاتيك تشين، وثلاثة بس كلاترا اللي هم عند الاوريجين وبيك فيسلز ارايزنج فروم اورتا، البيك فيسل اللي طالعه من اورتا نيمد افتر ذم، تسمى باسمائها ومخصوصه للجهاز الهضمي. وبرضه قلت لكم يا طول الشرح في الفسيولوجي هناك فرق ليه الكولاترال بتغذي الجهاز الهضمي بس، ولو ما خدش بالك من دي تلاقي الناس بتحفظ تقول له الكولاترال اللي بتريلي لاني حته ما هو مش فاهم يقول اي حاجه غلط. الكولاترال دي مخصصه للجهاز الهضمي فقط للجهاز الهضمي. والاجابه اللي مش موجوده في معظم التكست بوكس واسمعها، ليه الجهاز الهضمي ما بنعملش ريف في اللاترال وبنعمل ريف في كولاترال، وليه محطوطه عند منبت الوعاء الدموي اللي بيغذي الجهاز الهضمي، التلاته اللي بيغذوا الجهاز الهضمي. تعال فكر معايا بهدوء. الجهاز الهضمي يحتوي على عصائر هاضمه، صح؟ تاكل لحمه بتتهضم في الجهاز الهضمي، يعني ممكن لو طلعت العصائر دي بره الجهاز الهضمي تهضم سعادتك، سعادتك تتهضم لو تسقط الجهاز الهضمي وطلعت العصائر بره تهضمك. هذا الجهاز الهضمي لازم اغذيه بفيسل وبنيرف، بفيسل وبنيرف اهو بوست جانجليونيك. طيب يبقى انت الجهاز الهضمي فيه عصائر هاضمه، لو في ثقب وطلعت هتهضمك، يبقى حضرتك عاوز تكتر عدد الثقوب ولا تقللها ما امكن؟ طبعا اقللها ما امكن واحبقها حتى عشان ما يطلعش حاجه. This is why ربنا حط الكولاترال جانجلي عند منبت الفيسل. اقول لك بقى اللي بيحصل، البوست جانجلونيك اللي انا مش راسمهم نيرون، الفايبرز الالياف البوست جانجلونيك بتمشي في جدار الوعاء الدموي، بتمشي داخل الجدار بتاع الوعاء الدموي، بحيث ثقب واحد بس يدخل منه الاوعيه وفي جدار الاوعيه في الاعصاب. يبقى غذيت الجهاز الهضمي بالفيسل وبالاعصاب من خلال ثقب واحد، يعني اختزلت عدد الثقوب اختزال ضخم، وخصوصا الاعصاب عددها اكتر من الفيسلز. شوف الروعه في الخلق دي. عمرك ما هتنسى ان السيمباثاتيك اللي بيغذي الابدومين والبلفس اللي هم فيهم الجهاز الهضمي هو اللي هيريلي في كولاترال جانجليا. وبقى تقدر سعادتك تسال اسئله وتشوف الاجابه هتلقاها ازاي. انا عارف ان كثير من الزملاء بيتابعوا لعبد الله ودي حاجه ما تزعلنيش. انا عاوز اسيب يعني معلومات يستفاد بها الكل. انا انبسط جدا انه كل الناس تعرف، يعني يبقى الواحد يترك علما ينتفع به للجميع مش للطلبه بس وللزملاء. ليه في ثلاثة كولاترال جانجليا ودول فقط اللي بيريلي فيها السيمباثاتيك اللي رايح للأبدومين والبلفس اللي هو رايح للجهاز الهضمي، وليه ربنا حطهم عند منبت الوعاء الدموي؟ لأن البوست جانجليونيك بيمشي في جدار الوعاء الدموي، فيبقى اقتزلنا عدد الثقوب في الجهاز الهضمي لأن من خلال ثقوب الفيسل بيدخل معاها النيرفز اللي ماشية في جدار الوعاء ده اللي هو كولاترال. نيجي بقى الباراسيمباثاتيك وهي اسهل كثيرا. باراسيمباثاتيك عندها يوجد نوعان من الجانجليا. اول نوع اسمه تيرمينال، بيبقى موجود على سطح الاورجن او انسايد ذا اورجن. شوف بقى لعبتها لعبه حلوه قوي. يبقى تخيل بقى لو انا طالع من هنا الباراسيمباثاتيك الكرينيال مثلا، اهو الكرينيال اللي طالع من البرين ستيم، خلاص لحد ما يوصل للاورجن يبقى بري جانجليونيك. شوف طويل ازاي هيبقى بقى لو هنا تخيل العصب ماشي بالليزر كده، لانه اهو، لا انا اسف انت مش شايف الرسم اهو، من البرين ستيم لو انا عندي عصب كرينيال باراسيمباثيك اهو لحد ما يوصل للهارت، الفيجاس بيغذي الهارت، يبقى الفيجاس اللي بادئ هنا من المدلة وبلنجاتا النخاع المستطيل لحد ما يوصل للهارت، ما هو طول ما هو من النيرفس سيستم للجانجليا بري جانجليونيك. شوف طويل ازاي اللي هو الحلو اللي هو البري جانجليونيك اللي هو ثين مايلينيت، اللي بقول ثين لان الثيك مايلينيتد ربنا اختص بيه السوماتيك.
10 متر في الثانية، وبعدين ادي الجانجليا يبقى يطلع 9 اعصاب صغيرة جدا جدا تتخيلها هنا جوه تغذي الهارت. يبقى طولنا الحلو البري جانجليونيك البي 10 متر في الثانية، وقصرنا البوست اللي هو سي متر في الثانية. فمعظم الباراسيمباثاتيك بيريليف تير من الجانجليا اللي هي موجودة على سطح او انسايد. طالب هيسألي طب ليه ربنا ما عملش السيمباثاتيك بنفس الطريقة يعني تيرمن، هبقولها في اوانيها في اخر حصة في كيميكال ترانسميتر. ليه السيمباثاتيك ما قدرش يعمل نفس العملة بتاعت البارا اللي يلعبها حلوة قوي انه حط الجانجل عند الاورجان، يبقى لحد ما وصل الاورجان فانا بري حلو بي 10 متر في الثانية، وحتة صغيرة داخل الاورجان هتبقى سي متر في الثانية. طيب يبقى معظم البارا بيريليف تيرمن، وفي فور اذر جانجليا موجوده في الهيد اند نك في حاله البارا، فور بس. يبقى هنا الكولاترال ثلاثه، انما هنا في فور اذر جانجليا موجوده في الباراسيمباثيك في الهيد اند نك، هناخدها في اوانيها، وهي هي يعني قريبه جدا برضو من الاورجن، بس ما نقدرش نطلق عليها تيرمن. حتى بعض الزملاء بيطلقوا عليها كولاترال، ودي حاجه بتضحكني يعني، يعني يبقى مش فاهمين ترمينولوجي. كولاترال يعني قريب من اللاترال. طب جانجليون في الهيد اند نك ازاي تبقى قريبه من اللاترال تشين عشان نسميها كولاترال؟ اي حاجه في اي حاجه اذر جانجلي. يبقى لما يسالني سيمباثيتك بريليف فين بطريقه العبد لله، في لاترال ثم لاترال ثم لاترال ثم كولاترال. والبارا ريليف فين؟ تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال ثم اذر جانجلي. يبقى تاني السيمباثيتك لاترال ثم لاترال ثم لاترال، ده المعظم اهو لاترال وتلاتة كولاترال. البارا تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال، واربعة اذر جانجليا خاصة بالهيد اند نيك. الكولاترال قلنا خاصة بالجهاز الهضمي. للأوائل يكتب نوت بعد ما يخلص تلات نقط. الأدرينال مظلة اللي هي فوق غدة الكلية يسموها أدرينال، اللي هي بتطلع الأدرينالين ونور أدرينالين، وانت جنين كانت جانجليون، كانت جانجليون لها بري جانجليونيك ولها بوست جانجليونيك نيرونز، ثم حدث تحوران. التحوران حدث في البوست جانجليونيك نيرون. البوست جانجليونيك نيرون فقدت الاكسونز، الاكسون بتاعها ده اللي اسمه منقط فقد، وجسم الخلية تحول إلى خلية إفرازية سيكريتوري سيلز تطلع 80% أدرينالين اللي هو قلنا بيطلع من الأدرينال مضلة بس فوق الكلية بس، وتطلع 20% نور أدين اللي هي المادة اللي بيستخدمها السيمباثاتيك. يعني مادة نور أدين اللي بيستخدمها السيمباثاتيك موجودة في حتة تاني في الأدرينال مضلة، بس 20% بس الأدرينال مضلة أساسا بتطلع أدرينالين. يبقى الأدرينال مضلة دي لما يجي لي في الإمس كيو موديفايد يعني معدله سيمباثيتك جانجليون، صح؟ تيلس جانجلو من غير ديل لان البوست جانجليونيك فقد الجانجلو، سيكريتوري جلاند صح انها بتطلع 80% ادرينالين و20% نور ادرينالين. ده كان اول سؤال نظري في الاوتونومي، وهراجعه تاني يا شباب بسرعه. هتتكلم ديفينيشن فانكشن اند تايبس. I hope لو رقوا الرسومات اللي هي بخط الإيد دي أكتر من الباوربوينت ابقوا بلغوني عشان نستمر فيها بإذن الله. يبقى الديفينيشن It's a collection of neurons، مجموعة خلايا عصبية. انت قول بقى معايا هل outside ولا inside the CNS؟ outside. طب هل هي collection of post-ganglionic ولا collection of pre-ganglionic؟ طبعا collection of post. طب لو قلت collection of neurons inside the CNS أو of pre-ganglionic نسميها ايه؟ nucleus. functions انتوا فاهمين؟ الاوتونوميك طالعة مناطق محدودة في السنترال نيرفس سيستم وبتغذي حاجات كتيرة، فاكر؟ smooth muscle وcardiac muscle ادي اتنين، واكسوكراينر واندوكراين ادي اتنين. الاعصاب ما تكفيش الا اذا في السكة وقفنا وزودناها كم مرة؟ قلنا الجانجل بتسعة في الخير، في المتوسط كم مرة؟ 9 مرات. يبقى أكتر في حالة سيمباثاتيك اللي بيروح لحتت أكتر، أقل في حالة البارا. يبقى تاني نقطة الجانجليون أكس أز ديستريبيوتينج سنتر. يبقى خلصنا ديفينيشن كوليكشن أوف نيرونز، ركز وعاوز معاك قلم فلوريسنت أصفر
الكلمة المهمة تعلمها باللون الأصفر، لأن ده زي ما نقول بإذن الله في السبيشال سينس أحسن لون بيشوف الإنسان. يبقى ما تركزش في سطر طويل، كل ما اديت العقل ده زي الكمبيوتر معلومات مقتضبة قوية هيفتكرها أكتر. كوليكشن اوف نيورونز دي إنشاء. فين الكلمة المهمة؟ أوتسايد. فين الكلمة المهمة؟ بوست جانجليونيك نيورونز. لكن في حالة النيوكلياس إنسايد أو بري جانجليوني. طب والفانكشن؟ هتكتب لي جملة واحدة بس، كلمة واحدة لخطاب للناس، ديستريبيوتينج سنترز. إنما الشرح مفهوم، إنك هتقول بيدخل وان بري جانجليونيك وتختار تعبير من تات، هي سينابس يتصل، يريلي يتحول إلى تسعة بوست جانجليوني أو يأكتيفيت بوست جانجليوني. ثم نيجي الجانجليون التايبس حسب الموقع تنقسم إلى أربعة أنواع. السيمباثاتيك بالريلي في كام؟ من غير ما تفكر أي حاجة في الاوتونوميك اثنين، لاترال ثم لاترال ثم لاترال ثم كل لاترال. طب والبارا ريلي في كام حاجة؟ تيرمينال ثم تيرمينال ثم تيرمينال ثم أذرز. وبعدين في سؤال المشكلة مهم جدا اللي هو الأدرينال المضلة دي وأنت جنين كان الجانجل كان لها بري ولها بوست، وأنت جنين حدث تحوران فين؟ مش في البري، حدث في البوست، فقد الأكسون وتحول جسم الخلية إلى خلية إفرازية تطلع 80% أدرينالين، وعش كده سموه أدرينالين لأنه أدرينال جنب الكلي. يسموه في أمريكا هنا بنقول إبي نفرن، إبي يعني فوق، زي الإبيثيليام يعني خلايا علوية بتاخدها في الاستولجي، ثيليام يعني خلية مفروض نسمع الاستولجي يقولها، وإبي يعني فوق خلايا علوية. فإبي نفرن لأن الكلية دي عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن نفرونز، فالهرمون طالع من فوق الكلية، وتخيلت الكلية هنا هي هو طالع من فوق النفرون فيسموه إبي نفرن. يبقى اسمين الأدرينالين في إنجلترا وعليه في مصرنا العزيزة اللي كنا بنتعامل مع الإنجليز أو في أمريكا بيقولوا موقعه أنا أدرينال، أنا جنب الكلية، أنا إبينفرين، أنا فوق النفرون، 80% أدرينالين و 20% نور أدرينالين. ده اللي هو الأوتونوميك جانجليا. نيجي بقى شباب ناخد حاجة لذيذة جدا النهاردة وهي الألارم سيستم. الالارم سيستم، الارم ريسبونس اوف سمباثيتك. لماذا خلق الله السمباثيتك؟ الارم يعني تنبيه، الارم يعني منبه، ريسبونس اوف سمباثيتك. هو ليه ربنا خلق السمباثيتك؟ انا اقول ربنا خلق السمباثيتك عشان يعينك في حالات الامرجنسي، الطوارئ، اللي هي تعني فايت يعني عراق أو فلايت مش معناها طيران معناها هروب. يبقى السيمباثاتيك ده بيديك بيحذرك بينبهك في حالات الإمرجنسي اللي معناها فايت أو فلايت. لما يعني لما يوجد حيوانان يتقابلا قصادهم يا فايت يا الأضعف فلايت يهرب، سواء هتفايت أو هتفلايت اللي بيساعدك على العراك أو الهروب هو السيمباثيتك. وخد بالك كلمة فلايت ما احنا بنستخدمها حتى في عربياتنا، يقول لك دخلت عليه طار من قدامي، هو مش طار يعني طار، طار يعني هرب. طيب انا بحب تكريما للبطل العالمي محمد علي كلي اللي اختاروه الرياضي الاول في العالم في كل الرياضيات وفي الاولمبياد، خلوه يشعل الشعلة في امريكا هنا برغم انه كان بيعاني من الشلل الرعاش الباركنسونيزم. فبختار الفايت لان فيها جرأة. ازاي السيمباثيتك بيعدينا الفايت؟ الاول في سؤال ام اس كيو، انت في نهايه الفايت، الفايت بيستغل الطاقه، لو وزناك نلاقي وزنك زاد ولا قل بعد معركه بعد مباراه؟ طبعا قل، عشان كده اعتبر السيمباثيتك كاتابوليك سيستم بيصرف طاقه. يبقى دي سؤال ام اس كيو. يبقى السيمباثيتك دول العنوان ثلاث اسئله ام اس كيو براغ، وده سؤال نظري مهم والسؤال السيمباثاتيك مسؤول عن الالارم ريسبونس، ده سؤال اللي هو الامرجنسي فايت اور فلايت، ده سؤال، وهو كاتابوليك سيستم، ده سؤال. انا تكريما لمحمد عيكلي فهاخد هركز اكتر يا شباب على الفايت اللي هو المعركه.
ازاي سيمباثيتك بيعدنا المعركه. واوفر ييرز اند ييرز اند ييرز لا اغير الاكزامبل بتاع محمد علي كلي الرياضي الاول في العالم وتكريما لي زي ما قلت اشعل الشعله في الاولمبياد وما عشقت مثل عشق النظام. يبقى انا عاوز لما نقول لك قايس اللي بيجي في مخك ليلى عنتر عبله سيمباثيتك فايت. لو انت طول ما انت بتجاوب السيمباثيتك في ذهنك الجمله دي ده الجولدن رول مش هتغلط. تعالى هقولهم لك في ثلاث قصص قصيره. اول قصه هي الاطول هتحط معادله في الباك اوف يور مايند ما تقولهاش للممتحن. معرفش انت ازاي بتفتكر. انا عشان افايت العضلات عاوزه طاقه هتحصل عليها من الجلوكوز والفري فاتي اسيدز. دول مصدري الطاقه في العضلات كربوهيدرات جلوكوز وليبيد اللي هو فري فاتي اسيد وبنحرقهم بواسطه الاكشن. يبقى مطلوب من السيمباثيتك يجيب لي جلوكوز واثنين يجيب لي فري فاتي اسيد وثلاثه يجيب لي اكشن. طب اربعه ينقلهم مين؟ جهاز النقل اللي هو بنسميه كارديو فاسكولار سيستم سي في اس كارديو فاسكولار سيستم للعضلات. العضلات تاخد جزء من الانرجي في الورك الربع بس تخيل والثلاث ارباع يطلعوا في صوره هيت حراره. عشان كده درجه حراره محمد عليك ليه في المباراه فقط المعلومات العامه النورمال في المباراه الطبيعيه اللاعب اللي بيلعب بجديه بتصل درجه حرارته 40. طب كمان ثلاث درجات 43 يحصل بوظام في البروتينات ويتوفاه الله. ما تخافش لان ربنا عندنا البيست كولينج سيستم احسن جهاز تبريد وهو السويت جلانز غدد العرق. فانت بقى عاوزك تفك المعادله دي الى اكشنز. يبقى مطلوب من السيمباثيتك واحد يجيب جلوكوز، اثنين يجيب فري فاتي اسيد، ثلاثه يجيب اوكسجين، اربعه ينقلهم بجهاز الدوري حتى اسمه دوري لانه بيدور ينقل كاردو فاسكولار سيستم. وبعدين العضلات تاخد نمره 4 جزء من الطاقه ونمره 5 اللي هو بيطلع المعظم في صوره هيت ولكن ده مش ويست هيت زي ما هنتكلم عليها في المصري. ربنا كل حاجه عاملها لغرض. في هذه الصفحه انت هتتعلم الطب كله فهي صفحه صعبه في الترمينولوجي بس لان كل التعبيرات اللي هتاخدها في الطب هتاخدها في هذه الصفحه فتعدها مرارا وتكرارا هذا اليوم لحد ما تحفظها عن ظهر القلب. فعاوزين جلوكوز. أين يختزن الجلوكوز؟ أقول لك مخزن الجلوكوز في الكبد. الكبد بتختزن الجلوكوز في صورة جلايكوجين. حتى بقولها بجملة جميلة. الجلايكوجين ده عبارة عن سبحة الحبات بتاعها عبارة عن جلوكوز موليكيول. يعني في تصور جميل لما هو الجلايكوجين. هو عبارة عن تكثيف لحبات الجلوكوز. condensation in English of glucose molecules. يبقى عشان احصل على الجلوكوز لازم افرط السبحه دي العقد لازم اكسرها. عشان كده عمليه انتاج الجلوكوز من الليفر اسمها glycogenolysis. الكلمه من شقين lysis يعني تحليل تكسير الجلايكوجين glycogenolysis. بتلخبطوها في كلمه في الطب اسمها glycolysis ان انا اكسر الجلوكوز نفس حبة الجلوكوز اكسرها واطلع منها طاقة. دي مش موضوعنا اسمها جلايكوليس. تكسير الجلايكوجين اسمه جلايكوجينوليس. لو ما علمتهاكش عمرك ما هتقولها غلط. دي بطرح دي في موضوعنا اللي هو تكسير الجلايكوجين لازم تنطق حرف الجي جلايكو جي نوليس انما التانية جلايكوليسيس جلايكو جي نوليسيس الثانية جلايكوليسيس. ففي الجلايكوجينوليسيس الجلوكوز المكثف في الليفر بيتكسر ويطلع الجلايكوجين بيتكسر ويطلع جلوكوز. طب عايزين فري فاتي اسيد نجيبها منين؟ موجودة في الليبيد. يبقى السيمباثاتيك اللي بيغذي الليبيد يكسر الليبيد للحصول على فري فاتي اسيد فيعمل العملية دي سهلة قوي اسمها لايبوليسيس تكسير الليبيد لايبوليسيس. يبقى جبنا جلوكوز من الكبد باي جلايكوجينوليسيس. جبنا فري فاتي اسيدز من الليبيد باي لايبوليسيس. طب الاكشن نجيبه منين؟ 100% جهاز تنفسي. فكر معايا عاوز مور اكشن اوسع الشعب ولا ضيقها؟ لو
الساعه طبعا عشان ما يبقاش في مقاومه الهواء وهو داخل، فيبقى السمباثاتيك اللي بيغذي الجهاز التنفسي يعمل برونكو دايليتيشن. كلمه من شقين، برونكو يعني شعب ودايليتيشن يعني اتساع. يبقى السمباثيك جاب جلوكوز من الكبد باي جلايكوجينوليسيس، جاب ليبيد فري فاتي اسيدز من الليبيد باي لايبوليسيس، اكشن من الرئه باي برونكو دايليتيشن. وبعدين نقولهم بقى مين الجهاز الناقل، كارديوفاسكولار سيستم. كما يوحي الكلمه كارديوفاسكولار، فكر معايا بعلمك تفكر ما تحفظ. يبقى هو حتتين، كارديو يعني قلب وفاسكولار وفيسلز. قايس ليلى، سمباثيتك محمد علي كلي فايت. مفروض المضخه تشتغل اكتر ولا اقل وانت في اثناء الفايت اللي هو الهارت؟ طبعا يشتغل اكتر. يبقى نزود عدد ضربات الارض والهارت اللي هو الهارت ريت، ونزود الفورس اوف كونتراكشن الاوائل، الكم والكيف. ليه نزود واحده بس؟ نزود الهارت ريت عدد ضربات القلب وقوه الانقباض الواحده الاثنين، مش بس الهارت ريت والفورس 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 اهي مؤثرات صوتيه اهي، الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن. طب نيجي للفيسلز، مفروض عشان يروح دم اكتر نعمل ايه؟ نزود الارتيريال بلاد بريشر، والاختصارات دي تحفظها اختصارات عالميه، ارتيريال بلاد بريشر اي بي بي، الهارت ريت اتش ار. قلت لك النهارده هتعلم كل التعبيرات اللي في الطب عشان كده الصفحه دي مهمه قوي، ارتيريال بلاد بريشر. عشان نزود ارتيريال بلاد بريشر لازم نزود المقاومه، يبقى معظم الفيسل نعمل فيها فازو كونستريكشن. عشان كده القاعده المهمه جدا ان السمباثيك في كل الجسم بيعمل فازو كونستريكشن ما عدا الفيسل اللي رايحه للسكيليتال ماسل ورايحه للهارت، لان هم دول بيشتغلوا. لو عملت لهم كونستريكشن مفيش دم رايح لا للسكيليتال ماسل ولا للهارت. فعشان كده ده اكسبشن مهم جدا. احفظ بقى دي قاعده مهمه في السمباثيك. السمباثيتك في العموم في العموم بيعمل فازو كونستريكشن لكل الجسم ما عدا اثنين، سكيليتال ماسل اند كاردياك ماسلز. حتى هوريها لك رؤى العيان عشان يبقى ما عدا حاجتين، السكيليتال والكاردياك ماسل، دول بس اللي بيشتغلوا. يبقى دول عاوزين فازو دايليتيشن، ده الباقي كله يحصل فيه فازو كونستريكشن، فكده يعلى الضغط. من ضمن الحاجات المهمه اللي بيحصل لها كونستريكشن اللي هو السكين اهي، سكين. حتى نعملها ايه قيمه ان السكين يحصل فيه كونستريكشن؟ ان لما تاخد ضربه ويتقطع الجلد لما يبقى في حاله فازو كونستريكشن ده يقلل البليدنج النزيف. يبقى هنا استفدت وهنا استفدت. يبقى عملت فازو كونستريكشن لمعظم الجسم، في الاساس سمباثيتك يعمل لمعظم الجسم فازو كونستريكشن ومن ضمنها الجلد تو ريديوس بليدنج، لكن اثنين بس يعمل لهم دايليتيشن، والا لو عملت لهم كونستريكشن هينطبق المثل كانك يا ابو زيد ما غزيت. انا عاوز اودي الدم للسكيتال ماسل، لعضله السكيتال ماسل اللي بتخلي بيها والكاردياك ماسل اللي بتضخ دم، دول بس اللي يحصل لهم فازو دايليتيشن. وبالتالي ده سؤال ام اس كيو مهم، السمباثيتك في كل الجسم يعمل فازو كونستريكشن ما عدا اثنين، سكيتال ماسل اند كاردياك ماسلز. العضله هتاخد 25% من الطاقه للورك، طب والباقي هيظهر في صوره هيت، قلنا بيعلي درجه حراره 40. عشان ما تعلاش اكتر من كده عندنا البيست كولينج سيستم، السمباثيتك اللي بيغذي الجلد يعمل سواتنج. عشان كده قلنا في الفايت في ست اورجن بيروحها السمباثيتك، ما بيروحهاش البارا، فاكر الاطراف اللي بتخانق بيها اللي فيها جلد وعضلات، وراح للجلد عشان فيه السويت جلاندز اعلى، وحتى عضلات الابدومين والثوركس لو كنت فاكر الثلاثه اللي بره. طب والثلاثه اللي جوه كانوا الهارت اللي هو بيضخ الدم، وتحتيها سبلين اللي هو بيديني ار بي سيز، بيكونتراكت السبلين السمباثيتك عشان يديني ار بي سيز لان دي بتشيل الاوكسجين، والادرينال المضله اللي بتطلع ادرينالين ورعدين يزود كل الاعمال دي. دي اهم القصص على الاطلاق. لخصنا فيها نص الطب، السمباثيتك مهم في الفايت. تعال نقول معادله تاني، يجيب لي جلوكوز منين؟ من الليفر، مختزن في الليفر في صوره جلايكوجين، وانت فاهم ما هو جلايكوجين؟ تكثيف لحبات الجلوكوز. يبقى نكسره، هتنطقها ازاي؟ جلايكوجينوليس، ويجيب لي فري فاتي اسيد منين؟ من الليبيد باي لايبوليسيس. واوكشن منين؟
من الرئة by برونكو dilatation. يبقى دي أول ثلاثة جبنا جلوكوز glycogenolysis free fatty acid باللايبوليسيس oxygen بالبرونكو dilatation. مين اللي نقوله؟ cardiovascular system. أحب النظام قوي الكلمة من مقطعين cardiovascular يبقى تتكلم على الهارت والفيسل. الهارت ما تزودش العدد بس تزود الهارت ريت والفوس كمان. الفيسل تزود ارتيا بلاد بريشر انك تكون ستريكت كل الجسم كل الجسم السمباثيتك بيعمل له كونستريكشن ما فيها جلد تريديوس البيدنج ما عدا اتنين بس كاردك اند سكيلتا العضله تاخد اللي عاوزاه والباقي يطلع في صوره سواتي. القصه الثانيه يقول محمد علي كلي اطير كالفراشه والدغ كالنحله. يبقى مفروض يشوف اين يوجه اللكمه يبقى مفروض السمباثيتك يزود مجال الرؤيه to increase the field of vision. field يعني مجال field of vision يبقى يشتغل على مين هنا على العين. انت فكر معايا بقى عشان تشوف اكتر لازم توسع الحدقه ولا تضيقها اوسعها يبقى اعمل pupillo dilatation. pupil يعني حدقه dilatation يعني اتساع. وهنا في وقفه يا شباب يبقى كلمه dilatation في الطب تطلق على ثلاث حاجات مش عاوزك تقول واحده مكان الثانيه. برونكو دايليتيشن اتساع الشعب. فازو دايليتيشن اتساع الاوعيه اللي رايحه للسكيتر مصر والهارت. بيوبيلو دايليتيشن اتساع الحدقه. في طلب عندنا ساعات احط لك دي مطرح دي كلهم اتساع بس هتوسع ايه؟ الشعب برونكو الفيسل فازو البيوبيل بيوبيلو دايليتيشن. عشان تشوف اكتر لازم ترفع الجفن العلوي. اليفيشن يعني رفع من كلمة إليفيتور يعني مصعد. إليفيشن يعني ارتفاع الأبر آيليد الجفن العلوي. لما ارتفع الجفن العلوي تشوف أحسن. ثالث حاجة في العين إن عشان تشوف أحسن العين تقحص. يسموا ده إكسوف ثالموس. ثالموس يعني عين. لما توصل لنهائي طب بتدرس أوفثالمولوجي اللي هو قسم العيون. تصور الكلمة اللي صعبة دلوقتي هتبقى مادة وقسم هتروح. افثالمولوجي اكس يعني بره حتى زي كلمه اكسترنال ان يعني جوه اكس يعني بره اكس افثالمس يعني جحوظ العين. يبقى عشان محمد علي كلي يشوف اكتر حدث ثلاث اشياء اتساع الحدقه بيبيلو دايليتيشن ارتفاع الجفن العلوي اليفيشن وابر ايليد جحظت العين اكس افثالمس. القصه الثالثه اثارهم مفروض في مباراه لا تحتمل اي اخفاء لازم محمد علي كلي يبقى أكثر تيقظا يبقى alert يبقى aroused متنبه. aroused يعني مستيقظ في اللغة alert يعني متنبه. لو عاوز في لغتنا الجميلة كل واحدة تعني إيه بالظبط alert و aroused. aroused متيقظ alert متنبه. مين اللي خليه متنبه؟ في جهاز كهربائي في البرين ستيم ده البرين اهو جهاز كهربائي اسمه ريتيكا فورميشن يعني اللي هو شبكه كهربائيه حتى ريتيكو فورميشن عن تكوين الشبكه لازم يبقى اكثر اثاره. والادرينالين على فكره بيستثيره عشان كده بيطلع ادرينالين في حاله الفايت لانه الادرينالين هو اللي بيعمل الحكايه دي. انا كنت احب الزملاء يكتبوا ان هو بيستيميليت الريتيكولار فورميشن ار اف يعني ريتيكو فورميشن يخليه اكثر اثاره فيبقى محمد عليك ليه متنبه alert واراوزد متيقظ. هم كتبوا تعبير بنفس المعنى في كتب كثيرة بيلور الثريشولد بتاع ريتيكا فورميشن بيخفض المدخل بقى بنفس المعنى. لما يبقى المدخل عالي تخيل كان زمان عندنا في من 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 60 سنة مثلا كنت اسمع ان في البيوت حاجة اسمها صندرة يعني زي سقف سحري كده يخزنوا فيه الحاجات عنده مدخل. كل ما المدخل ده يبقى اوطى يبقى وصولك اليه اسهل ولا اصعب؟ فكر معايا الصندرة دي سقف السحري كل ما المدخل وطي يبقى توصله أسهل. فده معنى كلمة lower threshold يخفض المدخل بمعنى ده تعبير أدبي أكثر منه علمي بمعنى يجعله أكثر سهولة للإثارة والشغل يبقى alert or aroused. يبقى دي يا شباب واحد تاني سؤال مهم النهاردة جدا اللي هو alarm response of sympathetic أو ساعات تيجي integration of sympathetic nervous system تكامل أعمال السمباثاتيك. يعني السمباثاتيك بيعمل مجموعة أعمال مش كلهم في وادي أعمال متكاملة. سمباثاتيك مهم فين؟
حمل عليك ليه؟ emergency fight 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 or flight. بتصرف طاقة إذا فهو كاتابوليك. وعندنا ثلاث قصص زي ما انت شايف، وأنا بعشق جدا النظام. ففي أول قصة يا شباب اللي هي أصعب القصص، إنه يجيب جلوكوز فري فاتي أسيد ثلاثة أوكشن ينقلهم بالكاردو فاسكولار، العضلة تاخد ليه عاوزاه والباقي يطلع صوره هيت. انت بقى المعادله دي ما تقولهاش للمنتحن، دي في ذهنك وانت تحولها الى اكشن. اين يختزن الجلوكوز؟ هتسال نفسك. في الليفر في صوره جلايكوجين، يبقى نكسر الجلايكوجين للحصول على جلوكوز، لان انت فاهم ان الجلايكوجين قلتها بعربياتنا تكثيف لحبات الجلوكوز، عقد حبات عباره عن جلوكوز، يبقى كسره. وقلتها لك تنطقها زي صح، تعلم نص الطب في الصفحه دي. جلايكوجينوليس تجيب منين فري فاتي اسيد؟ من الليبيد، بانك تكسرها لايبوليس. تجيب منين اوكشن؟ من الجهاز التنفسي، بانك توسع الشعب برونكو دايلتيشن. ثم تنقل تنقل كل ده للمسل بواسطه مين؟ الجهاز الدوري كارديو فاسكولار. طب ده حتتين، كارديو وفاسكولار. كارديو تعمل ايه؟ تزود هارت ريت ولا الفورس؟ الكمال لله وحده يا اخي، يزود كل حاجه، ربنا بيستغل كل الامكانيات. نزود الهارت ريت اتش ار والفورس اوف كونتراكشن. طبعا اتش ار مش هيومن ريسورس، هنا معناه هارت ريت. طب الضغط تزود ارتيريال بلاد بريشر اي بي بي، ازاي؟ بانك تزود المقاومه، تعمل فازو كونستريكشن لكل الجسم ما فيها مين؟ الجلد. ليه؟ تريدوس البليدنج. لكن في اثنين لازم تعملهم فازو دايلتيشن، والا كانك ابو زيد مغازيت وريتهم لك، اللي هم السكيليتال اند كاردياك ماسل. العضله خدت ما يعوزها للورك والباقي طلع في صوره هيت اللي هو سويتنج. تاني قصه بقى، اطير كالفراشه والدق كالنحله. يبقى لازم يبقى شايف اين يوجه اللكمه. يبقى نتكلم على العين، نزود الفيلد، انكريس ذا فيلد اوف فيجن، مجال الرؤيه. نوسع الحدق، بيوبيلو دايليتيشن. نرفع الجفن العلوي، اليفيشن يعني ارتفاع اوف ابر اي ليد. نقحض العين بحوض اكسو فالموس، فالموس يعني عين، اكسو يعني بره، تعلمها. وبعدين لابد ان يبقى طوال المعركه متنبه متيقظ اليرت اروزد، يبقى لازم الشبكه الكهربائيه تبقى شغاله كويس، ليها تيكو فورميشن، يبقى نخليها اكثر اثاره، وده اللي بيعمله هرمون الادرينالين اللي طالع من الادرينال اللي جنب الكليه، لسه قايلينه اللي هو موديفايد سيمباتيك جانجل، يخفض الثريشولد بتاع الريتيكولار فورميشن. طيب فاضل لنا دقائق ونقفل بكده. نيجي للسيمباثيتك نيرفس سيستم. احنا بقى كل اللي هنعمله يا شباب انه الفانكشنز دي هنقسمها على الاورجنز، على المناطق المختلفه في الجسم. السيمباثيتك نيرفس سيستم الاوريجين بتاعه، قول لما يسألك طالع منين، كل حاجة اتنين، ثوراك ولمبر. منين بالظبط؟ اللاترال هورن سيلز. وفهمنا ليه السيمباثاتيك بس اللي عنده لاترال هورن سيلز، لان بيغذي حتت اكتر من السيمباثاتيك، يبقى عاوزين سيلز اكتر اللي هي موجودة في الجري ماتر، فتمدد الجري ماتر عند المنطقة دي وعمل لاترال هورن سيلز. فاكر كانوا كام عصب سيمباثاتيك؟ 15، 12 ثوراثيك والابر 3 لمبر. يبقى منين طلع السيمباثيتك؟ الإجابة كلمتين، ثوراكو لامبر، ثوراكو لامبر اثنين. طب بيريلي فين؟ الإجابة اثنين، لاترال ثم لاترال ثم لاترال، اللي هي بارافيرتبرال أو سيمباثيتك تشين، ده في كل الجسم ما عدا الحتة اللي فيها الجهاز الهضمي اللي هي الأبدومينويل بيلفيس، بيريلي في كلاترال جانجيا. وأنت فاهم ليه كلاترال؟ ليه جانجلون موجود عند منبت الوعاء الدموي؟ عشان البوست جانجلونيك يبقى داخل جدار الوعاء الدموي، عشان نعمل اقل عدد من الثقوب في الجهاز الهضمي، ويبقى بالتالي انت فهمت. يبقى منطقه الهيد نيك والثوركس والليمس اللي انا مش راسمها، كل دول في اللاترال، الهيد نيك والثوركس والليمس، انما الابدومن والبلفس في الكولاترال. انا بقى عندي ملحوظات طريفه جدا وجميله جدا. لاحظت ملحوظه عدديه جميله قوي، إن ربنا في حالة السيمباثاتيك سبحان الله اعتمد الأرقام الزوجية. يعني المنطقة تاخد بعصبين أو بأربعة أو بستة. وبمنطق جميل جدا، مين أصغر منطقة في الجسم؟ الهيد نيك، تبقى تاخد عصبين.
الثوركس والبلفس اكبر منها شوي 4 أعصاب. الابدومن اكبر حاجه تاخد ب6 أعصاب. يبقى الهيد النك عصبين، الثوركس والبلفس 4، الابدومن 6. وما عندناش ودنك منين يا جحا؟ السيمباثيتك طالع من ثوراكولامبر. السيمباثيتك طالع من الثوراكولامبر. طيب يبقى لو عايز اغذي الهيد النك اخد منين؟ اخد من اعلى عصبين، الفيرست والثكند ثوراسيك، دول اللي يغذوا الهيد النك. لان مش معقول اغذي الهيد النك من هنا لان يمشي كل ده، اللي فوق ياخد باللي فوق، ثوراسيك 1 2. طب مين اوطى حته؟ البلفس تاخد باخر 4. تعال عد اخر 4 بقى، اللي هو لمبر 3 فوقيها لمبر 2 فوقيها لمبر 1 وثوراسيك 12. فانت لو عارف العدد الاعصاب هتقولهم مظبوط. يبقى ده الاوريجين. يبقى السيمباثيتك الهيد النك بتاخد من عصبين لان دي اصغر حته، الثوركس 4، البلفس 4، والابدون الكبير قوي بتاخد 6 أعصاب. والتريلي قلنا دول مفهومش جهاز هضمي، يبقى دول فلاتر ومعاهم الليمس. يبقى الهيد النك والثوركس والليمس دول بالكل باللاترال. اما الحته اللي فيها الجهاز الهضمي اللي هم الابدون والبلفس بتبقى بكولاترال. كولاترال. حتى الابدومن اكبر من البلفس، احنا قلنا عندنا 3 كولاترال جانجل. اول 2 اللي هما السيليا جانجل والسوبيروميزنتريك للابدومن، الواحده اللي تحت انفيروميزنتريك للبلفس. يعني حتى الاناتومي يا اولاد بيبين لنا انه وراء الخلق خالق. التوزيع نفسه رائع، مش لو هي طبيعه اللي بتخلق كانت تبقى عشوائيه. انما كل واحد بياخد بمقداره. الهيدا النك اصغر حاجه تاخد 2، الثوركس والبلفس ياخدوا 4، واللي فوق اعلى حته الهيدا النك تاخد من اعلى حته فيرست تو ثوراسيك، واللي تحت البلفس اخر 4 لمبر 3 2 1 وثوراسيك 12. والجا والريلي ماده للتامل، الهيدا النك والثوركس والليمبس في لاترال، الحاجات اللي فيها جهاز هضمي في كولاترال. هقول حاجة واحدة بس اللي هو الهيدا النك عشان تشوفوا قد ايه سهلة، والثوركس، ونقفل بكده يا شباب. نكمل أهم بقى اللي هو الأبدومن والبلفس في المحاضرة القادمة بإذن الله. نبتدي الهيدا النك. لما يجي لك سؤال بقى، ده سؤال نظري مهم، وظائف السيمباثيتك في الهيدا النك، لو جات لك نظري وقلت كل ما هو نظري فهو شفوي وهو ام اس كيو، تقول الأوريجين، الريلي، الفانكشنز. وبعقل فكر معايا، الاوريجين احنا عارفين السيمباثيتك عموما ثوراكولامبر، اصغر حته في الجسم هي الهيدا النك، تديها 2 ولا 4 ولا 6؟ الاجابه اديها 2. طب الهيدا النك اعلى حته ولا اوطى حته؟ اعلى حته، يبقى اديها ثوراسيك 1 2. طب الريلي احنا قلنا بنعمل ريلي فين؟ في اقرب جانجليا. فاهم ليه؟ عشان يبقى البري جانجلونيك طويل والبوست جانجلونيك من الجانجل اورجان قصير، فيبقى 100% ريلي في الهيدا النك بيبقى في السيرفايكال جانجليا اللي هي اللاترال، اللي هي اني بقى حته في اللاترال؟ السيرفايكال. يبقى الاوريجن ثوراسيك 1 و2 بس، اعلى 2، وريلي في اقرب جانجليا للهيدا النك اللي هو السيرفايكال جانجليا. نيجي بقى الفانكشنز. بص يا شباب، انا دلوقتي لو حاولت افكر في الفانكشنز في الهيدا النك الاجابه هتطلع غلط. فامسك ورقه الاسئله، احب النظام قوي، واقلبها، وقبل ما ابتدي اجاوب اقول ايه في الهيدا النك يصلح انه في الفايت يغذيه السيمباثيتك. هلاقي من فوق لتحت المهم بقى في الاقل اهميه، الاي، فالجلد، فالغدد اللعابيه، وبعدين في فوقيهم البرين، مالوش اي قيمه في السيمباثيتك، ليه قيمه في الحياه بس سيمباثيتك لا بيعمل كونستكشن ولا بيعمل دايلتيشن، بيسيبه في حاله، يعملوش افكت على السيمباثيتك. نيجي اهم حاجه بترتيب الاهميه، الاي، تحتيها الجلد، تحتيها تحت الفك الغدد اللعابيه. يعني كده تقعد تحسس في وشك وانت قاعد، ايه هنا انك ادي اي، اه دي تنفع تديها، تحسس تحت العين ادي سجل، تحسس تحت الفك ادي سيلفر جلاند. يبقى عندك طريقه، مش تكتب وتكتشف انك نسيت نص الاجابه عشان مش منظم. البرين ده يعني ملوش قيمه قوي في السيمباثيتك. نيجي الاي، في اعمال مهمه جدا اللي قلناها في القصه الاساسيه، 3 أعمال مهمه، بيوبيلو دايلتيشن، اتساع الحدقه، اليفيشن في الابر ايليد، ارتفاع الجفن العلوي، اكس اوف ثالموس. دول الـ3 أعمال.